شباب تونس الصامد في كل أنحاء البلاد. هذا الشباب اللي مصر على أن تستشري هذه الوقفات الاحتجاجية في جميع أنحاء البلاد. احنا ماناش ضد حتى حد، نحن فقط ضد سراق البلاد وضد حماة سراق البلاد، ولا يحمي اللصوص إلا اللصوص. شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر، شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر. شعب قمع، حفروا أرواحكم وراكم يا سلطة ويا نجم القرصلي، كما قال الرفيق الشهيد شكري بالعيد، كان اسمه علي العريف، اليوم نجم القرصلي والمهنة يا رفيق الحاج قاسم. نهضة والميدان عداش وغداء، نهضة والميدان. باش يكون فما عديد من التحركات، التحركات الملاحظ فيها ان هي حبت تاخذ منحى قمعي في الايامات الفارطه، لكن نجحنا اليوم في كسر الحصار، نجحنا في فرض معناه ان نجتمعوا في الشارع ونعبروا على راينا. المطلب الاساسي اللي هو لا للمصالحه المشروع قانون المصالحه الاقتصاديه والماليه، وايضا نعم لرفع حاله الطوارئ التي اصبحت مطيه لضرب التحركات الاحتجاجيه. التحركات انطلقت من العاصمه ووصلت في الجهات، البارح معناها وصلت السوسة، وصلت الكاف، وصلت القفصة، يعني التحركات قاعدة تنتشر في البلاد كاملة. في العاصمة زادة باش يكون عندنا تحركات أخرى. هذا اعتداء على القضاء، اعتداء على مسار العدالة الانتقالية. احنا رافضين هذا القانون بطبيعة الحال، لو كان حال على مجلس النواب الشعب سنصوت ضد، واليوم نمارسه في حقنا، نعتبر رواحنا نمارسه في حقنا، في معناها مناهضة قانون نعتبره مضر بالبلاد، مضر بالاقتصاد، مضر بأهداف الثورة، مضر بالشعب التونسي. اللي هذا القانون لن يهدأ على نبال حتى إسقاطه.